وسهلا بالمشاهدين. اليوم معكم معهد الأسمان للسكري وبالتعاون مع حملة كان نحضر سلطة صحية، سلطة الستيك مع الخضرة. رح أشوف شو حاطط بالسلطة. أول شيء عندي أكيد رح استعمل ستيك، جيب لحمة رقيقة، لحمة حمرة بنقيها خارج الستيك تكون بدون دهن. رح نحط معها خضار، يعني أول شيء السلطة رح تكون مؤلفة من خس، خس كمان للزينة فيني استعمل خس مقطع هون، خس أخضر، خس عربي، خيار، قطعه جوانح مثل ما شايفين، بترك القشرة ما بشيل القشرة. عندي ذرة، ذرة حب بجيبه، افضل جيبه فروزن ما يكون علب لحتى يكون خفف املاح. طماطم كرزية كمان حبيت طماطم. وعندي بقدونس ناعم، بصل اخضر فيني استعمل بصل عادي او بصل اخضر، وجزر. الجزر هلا رح اعملها مثل ما هي، برشها برش بشر لوحد. اول شيء رح بهالوقت ببلش بالستيك، بحمي هذه الجريل، بستعمل للجريل شواية، بستعمل زيت كانولا، فينا رش على المقلة رشة زيت كانولا. زيت الكانولا مثله ومثل زيت الزيتون، بس أفضل بيتحمل شوية حرارة أكثر من زيت الزيتون، فبكرمال هيك بستعمله بالشوي. وأفضل استعمل البخاخ، ليش؟ لأنه بكون عم خفف كمية زيوت، كمية دهون، حتى لو كان إنه هو زيت صحي أو زيت مفيد للجسم، فبحط كمية صغيرة. بالنسبة لللحم رح احط هون رشة هذا فلفل اسود وابيض واحمر بهرة. بعدين حط رشة ملح على اللحم، ما ضروري تنقعوها، فيكم اذا بدكم عندكم لحمة اذا كانت اسمك من هيك ساعتها افضل تنقعوها، بتعملوا لها مارينيشن، تنقعوها بالخل بالاعشاب تطرى اللحمه، بس هيدي ما بدها، ما في حاجه لها. فهون حمينا الجريل، رح شيلها ونشويها، نحطها هون بالمقلي. نحطها على جنب هيدا. بهالوقت عندي جزر رح ابرشها برش، انا حط الخضره تقريبا حضرتها قبل، الخس قطعته، الخيار قطعته، كمان البقدونس فرمته مفروم ناعم. هلا بس الجزر رح نبشرها بشر المبشرة، مثل ما لاحظتوا تركت القشرة، اكيد بنظف الجزر منيح وبترك القشرة، ليش؟ لحتى اربح الياف. كل ما حطيت الياف بالوصفة تبعي بالاكل كل ما ربحت قيمة غذائية هيك، لانه بتنظف المعدة وبكون عم بستفيد، ومش غلط انه على طول غير. يعني برشها، رح اكتفي بهالقدر من الجزر، حطهم على جنب هلا هون. بعد بفرم البصل، حبيت استعمل سبرينج اونيونز او بصل اخضر، بفرمهم. مثل ما لاحظتوا دغري هيدي فيني اقلبها هلا، ما بدها كتير وقت، يعني تقريبا 7 دقايق على الجهتين بدهم. هذا بصل اخضر بفرموه، حطهم على جنب. هون عندي جات، رح اجيب الجات على حده، بالنسبة للصلصة ما حكيت عن الصلصة بعد. الصلصة استعملت هون مايونيز قليل الدسم، تقريبا ملعقة ونص مايونيز، فيكم تستعملوا مايونيز قليل الدسم بدل مايونيز العادي، وإذا بدكم تعملوها صحية أكثر بتضيفوا نص نص، يعني نص مايونيز نص روب قليل الدسم، هيك بكون عم خفف دسم أكثر. حطينا معها، رح نحط معها زيت زيتون مثل ما شايفين، تقريبا ملعقتين زيت زيتون ما مكتر، يعني هالوصفة تقريبا لأربع أشخاص. وفيكم تستبدلوا كمان بدل المايونيز خردل، كمان كون عم نخفف دسم اذا استعملنا خردل. في نوعين من الخردل، في خردل الاولانسيان الحبوب، وفي خردل ديجون بيبقى ناعم.
فهودي نخفقهم مع بعض، نحط عصير ليمون وبحط لها اكيد للصلصة تكون على طول مطيبة. بحط لها اعشاب، عندي هون رشة اوريجانو، فينا نحط رشة اوريجانو او زعتر يابس اذا بدكم، او رشة اكليل الجبل او رشة ريحان. كل ما حطينا فليفرز بقلب الصلصة كون كمان عم نختصر املاح، لانه الفليفرز هيدي الاعشاب بتعود عن الاملاح. رح حط شوية ملح تقريبا نص ملعقة. كل ما حطيت فليفر اعشاب بالصلصات او حتى باللحم او بالاكل تبعي كون عم بخفف يعني من الفليفر تبع الملح، اذا بتكون انتبه للملح تبعي. هيدي بدي اقلبها بعد قلبي. فيني هلا بهالوقت حط جات الخس قدامي، وزع الخس. يعني عم بعمل جات سلطة على السريع. هذا خس 3-4 ألوان بلون السلطة. هذا خس عربي حطه بالنص. بيرجع عندي فينا حط خيار على زوايا. كان الخيار كمان اذا لاحظتوا على طول بترك الخضره بقشره، ما بكب القشر. وزعون على الزوايا. حط طماطم كمان. فيكم تستعملوا الطماطم العاديه، يعني مش ضروري تستعملوا الطماطم كرزيه، ما في مشكله. فيكم اوقات انا بحط بالسلطه اوقات سان دراي توميتو، البندوره او الطماطم المجففه، تبقى مجففه على طريقتين، يا مجففه بالشمس او حاطين لها زيت زيتون للطماطم، بتطلع كمان كثير طيبه. اذا لاحظتوا الطبق تبعي في خضره وفي كاربز، الكاربز جاي هي من الذره، وفي بروتين من جاي هي من اللحمه. إذا بدي أضيف دهون حطيت دهون بس من زيت الزيتون أكيد. هلا مايونيز رح يكون في شوية دهن، حوزع الذرة هيك. كون حطيت الكربوهيدرات مع الخضرة، يعني تقريبا هيدي ميلز كاملة، يعني وجبة كاملة. رح حط بعد، رح نطفي تحت الستيك لانه صار جاهزة، نحطها على جنب انها تبرد شوي. حارجع اجيب البصل والجزر. حط الجزر. لاحظتوا الالوان شو فيها الوان؟ كل ما زدت الوان بالسلطة كل ما احلى. بصل رح حطه هون على جنب او فين نرش على الوجه. واللي ما بحب البصل كمان فيكم تستغنوا عن البصل، بس البصل الاخضر منه قوي كتير. هيدي الستيك هلا بس لتبرد رح اقطعها على الوجه. بقدونس فينا نحط شوي هيك هون. بضل عندي بس ستيك رح حطه على الوجه وصلصها على كل سوا على جنب. لكن هلا استوت اللحمة رح نشيلها بعد ما تبرد، كمان نتركها هون على جنب. بنقطعها شرايح ونوزعها على وجه السلطة. يعني هلا إذا ما بتحبوا تستخدموا لحمة فيكم تستخدموا تونة إذا بتحبوا، أو سالمون. بس أنا على طول بجرب السلطات شكل، يعني مش على طول بس نفسها هي نفس السلطات. بوزع اللحمة على الوجه. بهالطريقة.
فيني اخر شيء احط رشه عرق اخضر، هذا رشه اوريغانو، عرق اوريغانو وعرق روزماري. مثل ما شايفين هون عندي الصلصه على جنب، فيني صلص بالصلصه، لكن صلص الصلصه فيكم تستعملوا صوص مايونيز او صوص ماسترد. ماسترد بكون كمان اخف دسم، واذا بستعمل مايونيز بستعمل مايونيز قليل دسم. وهيك السلطه بكون جاهزه. رمضان كريم على الجميع والف صحتين.